اصعب ليله مباراه مريتوا بيها في مشواركم مع الاهلي كابتن احمد؟ انا بالنسبه لي كانت مباراه برشلونه، يمكن دي كانت المباراه اللي هي الاهم، وكانت في مقاويه النادي الاهلي، وخصوصا كنا هنلعب نجوم العالم. وفعلا زي ما قلت لحضرتك، الطقوس اللي احنا كنا متعودين عليها او اللي متعود عليها ده الماتش اللي كابتن اينو كان بيشخط فيه في ليو ميسي لما وقع على الارض. لا ده في ويمبلي، لا ده الماتش اللي هنا في مصر. فعلا اللاعيبه الكبيره كان ايامنا، احنا كان موجود الحضري، موجود شادي محمد، وائل جمعه، بركات، مجموعه كبيره جدا، عماد النحاس، كانت مجموعه كبيره جدا عندهم صفات القائد. كنا متجمعين فعلا، بنتجمع بدري في الاوض، يمكن من الساعه 10 بنبقى في الاوض، من بعد العشاء على طول كل الاثنين بيبقوا ملتزمين في اوضهم. فدي السمه اللي بتبقى متغلبه على لعيبه النادي الاهلي او في المعسكرات بشكل عام، ودي بيدي تركيز اكبر. يعني زي ما قال الكابتن اشرف، في بعض اللعيبه يعني كان بركات على طول يحب يهرج يطلع من التنشن. في لعيبه تانية ما تحبش تهريج، يعني كابتن عماد النحاس ما كانش يحب التهريج. فكل لعيب خلاص هو وصل لمرحله بيبقى عارف ايه اللي بيفكه ايه وايه اللي بيبدا طبعاً يركز فيه ايه. فهي دي بتفرق من لعيب للعيب، وفي نفس الوقت السمه اللي بتبقى في اللعيبه كلها هي حته احراز البطوله. فعلا مباراه من 90 دقيقه، لعيبه النادي الاهلي او اوضه اللبس اللي داخل النادي الاهلي، لعيبه عندها مقومات البطوله، في اكتر من قائد، عندهم مسؤوليه، عارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي كويس، عارفين قيمه البطوله كويس، وده اللي بيشتغلوا عليه اكيد في اوضه اللبس قبل ما بيشتغلوا عليه فنيا. صحيح.